في سنة 1922 بدأ لاهوتي بدأ إنه يعمل حاجة للتعافي من الإدمان وخصوصاً المدمنين الخمر، وسمى البرنامج ده برنامج الـ 12 خطوة. الحقيقة برنامج الـ 12 خطوة عمل طفرة كبيرة قوي في التغيير والتعافي من الإدمان، مش في الوقت بتاعه بس، إلى هذه اللحظة في كل دول العالم ساعد ناس كتيرة من مختلف الخلفيات. إيه السحر في البرنامج ده والتأثير ده جاي منين الحقيقة؟ جاي لأنه بيقوم على حاجتين مهمين جداً. إن الإنسان المدمن اللي عايز يتعافى بيعتمد على البرنامج اليومي اللي ساعده يتغير، والحاجة التانية إنه بيعتمد على حضوره للمجموعة للتعافي علشان يتغير. الحاجتين دول مهمين جداً. في البرنامج اليومي لازم يقرأ الصلوات والتأملات اللي تتعمل كل يوم، وكمان يتصل بالمشرفين ويساعدوه، ويكون دايما طول الوقت مركز في قراية الكتاب الكبير لمدمني الخمر علشان يتساعد. والحاجة التانية كمان انه لازم يحضر الاجتماعات الخاصة بالمجموعة للتعافي علشان يتغير. الشخص اللي عايز يتعافى في الوقت اللي بيوقع فيه البرنامج والوقت اللي ما بيروحش للمجموعة بيقولوا كده ان الشخص ده رجع للإدمان بتاعه في اللحظة اللي قرر فيها انه يمتنع عن البرنامج وعن حضور المجموعة. الكلام ده ينطبق تماماً على تغييرنا في حياتنا الروحية مع ربنا، إن إحنا محتاجين عنصرين مهمين جداً بيغيبوا عن أذهاننا. عنصر البرنامج، إزاي أعمل خطة وأمشي عليها، إزاي في خطة تساعدني أتغير، والحاجة التانية إزاي يكون عندي مجموعة تساعدني. الحاجة الأولى إزاي يكون عندي برنامج يومي من قراءات معينة، من تدريبات روحية، من تطبيقات يومية هعملها، إزاي يكون عندي دراسة وقراءات خلال الأسبوع تساعدني على النمو إلى شخص المسيح. فأنا محتاج يكون عندي خطة واضحة بالبرنامج. والحاجة التانية أنا محتاج لمجموعة تساعدني، أنا ما أقدرش أنمو بشكل فردي. والكتاب المقدس بيعلمنا عن تغييرنا إن إحنا مش مدعوين نتغير بشكل فردي، مدعوين كجسد واحد، ككنيسة واحدة، إزاي نكون بنتغير بشكل جماعي مع بعض. وأهمية الجسد الواحد في إنه بيساعدني إن أنا أشبع من محبة حقيقية من خلالهم، محبة الله اللي انسكبت في قلوبهم ليا، وأشوف مساندة وتشجيع وتعضيد ودعم، وكمان بشوف نوع من المتابعة والمحاسبية اللي تساعدني إن أنا لما أغلط يقولوا لي خلي بالك إحنا بنكلمك بكل ما تحمله الكلمة من أمانة إن أنت تخلي بالك في الحاجات الغلط اللي أنت بتعيشها. فده يضمن ليا إن أنا أتغير على صورة المسيح لما يكون عندي برنامج واضح بخطة واضحة وكتب ووسائل للنمو واضحة، وكمان عنصر المجموعة. لو أنت بتفكر تتغير دور على مجموعة وشوف برنامج يكون بيساعدك على النمو كل يوم.